وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من أبها الدكتور محمد الزلفة، عضو مجلس الشورى السعودي الأسبق. بداية أرحب بك دكتور محمد. قبل أن أبدأ في طرح سؤالي، دعني أتحدث بأن السعودية، الكل يدرك بأن دور السعودية في استقبال حجاج بيت الله الحرام دور يعني لا أحد يستطيع أن ينكره، وأن تصريحات خادم الحرمين الشريفين دائما تقول بأن قلب السعودية مفتوح لحجاجها قبل أراضيها. ومع ذلك قطر بسبب يعني دعمها للإرهاب، نرى الأخيرة اليوم تسيس الشعائر الدينية وتدعي بمنع السعودية للمعتمرين والحجاج من أداء مناسكهم، غير أن الحقيقة تقول طبعا غير ذلك. في نظرك ما الذي يعني تريده أو تهدف إليه قطر من تلك الاتهامات الباطلة؟ بكل أسف دولة قطر دخلت على الخط مع أولئك الذين دائما يريد أن يسيسوا قضية الحج، وخاصة إيران. نعم. الآن قطر أثبتت أن الذراع الإيراني في المنطقة العربية وفي الشؤون الخليجية، ولذا حينما تقول ما تقول أن الحجاج القطريين أو المعتبرين القطريين قبل ذلك كانوا قد تعرضوا لبعض ما تذكره وسائل الإعلام القطرية من تمييز أو شيء من هذا القبيل، وهذا غير صحيح. كما ذكرت قبل قليل، خادم الحرمين الشريفين يقول قلوبنا مفتوحة للحجاج قبل غيرهم من الذين يفدون إلى المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية تتحمل مسؤوليات كبرى من أجل استقبال الحجاج واستضافتهم وتوفير كل وسائل الراحة والأمن لهم. نعم. ولكن من يريد أن يسيس الحج أو يجعله وسيلة لتمرير أجندات معينة، فحقيقة المملكة العربية السعودية حقها وحق المسلمين جميعا أن تحميهم وأن ترعاهم وأن تمنع من يحاول إلحاق الأذى بهم بأي وسيلة من الوسائل، ولن تمنع أحد، ولكنها تقول لابد من تنظيم من يأتي لأداء فريضة الحج، ومعرفة أن فعلا أنه جاء بنية صادقة، والحج هو النية الصادقة لأداء الفريضة. أما إذا جاء مسيسا ويحمل أفكار يريد أن يعكر صف الحجاج مثل ما فعل الحجاج الإيرانيين في أكثر مناسبة، فهذا أمر ترفضه المملكة العربية السعودية. نعم دكتور، طبعا إيران قامت في السابق يعني بقول نفس هذه الافتراءات، و كما قالت قطر اليوم. باعتقادك يعني هل قطر متأثرة جدا بسياسة إيران؟ وباعتقادك أيضا ما هو المطلوب اليوم لوضع حد لممارسات قطر في تسييس الشعائر الدينية؟ أعتقد أنه ليس هناك عاقل في العالم العربي وفي العالم الإسلامي وحتى في العالم كله يصدق مرويات قطر ومقولات قطر التي هي مقولات مكررة كانت تقولها إيران، لم يصدق العالم الإسلامي أبدا. فنرى أنه من الغرائب أن تأتي قطر وهي عضو في مجلس التعاون ودولة عربية في جامعة الدول العربية والدولة عضو في رابطة العالم الإسلامي أو التعاون الإسلامي، ومن ثم تقول ما تقول على 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 ما تدعيه من مضايقات الحجاج القطريين. هل المملكة العربية السعودية تقوم بعمل يتعارض مع طبيعة ما تقوم به مع الحجاج من كل مكان، فما بالك بحجاج أهلنا وأخواننا من قطر؟ ولكن قطر بكل أسف أثبتت حقيقة مقولة الدول المقاطعة لها بأنها تعمل ما فيه مصلحة لإيران أو مصلحة أولئك الذين يجيون الحاق الأذى وبالمنطقة العربية والخليجية خاصة وعدم الاستقرار. ولذلك أنا أعتقد قطر أيضا تلعب بالنار بهذه الطريقة، ولا يصدقها أحد، وأراضي المملكة مفتوحة لكل الحجاج من كل مكان، ولكن على حكومات هذه الدول أن لا تسيس الحج ولا تجعل من حجاجها وسيلة من وسائل عدم طمأنينة الحجاج وعدم مشاعرهم بيسر وسهولة. نعم، من أبها الدكتور محمد الزلفة، عضو مجلس الشورى السعودي السابق، شكرا جزيلا لك.